والآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. وميرنا إيهاب، أهلا بك ميرنا. شكرا لكما صحر وإيمان، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض. كما أشار البنك المركزي إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عوامل من بينها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف البنك أن التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي استقرت، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وأوضح أن معدل التضخم السنوي تباطأ في أبريل الماضي، وذلك لأول مرة منذ يونيو لعام 2022، إلى جانب تراجع معدل التضخم الأساسي للشهر الثاني، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على تقرير للأمم المتحدة بشأن تحفيز الحرب الأوكرانية استثمارات التحول بقطاع الطاقة العالمي لتصل إلى 1.1 تريليون دولار خلال عام 2022. وأكد التقرير الأممي أن تنامي الأزمات أكدت الحاجة لإحداث تحول صناعي مستدام لسد فجوة التنمية الآخذة في الاتساع. كما دعا التقرير إلى تطوير جيل جديد من السياسات الصناعية المستدامة المدعومة بالتخطيط الوطني المتكامل، وذلك لتوسيع نطاق الاستثمارات ووضع أساس التحولات المطلوبة. وأكد وجود الكثير من الفرص للنمو الشامل في الصناعة الزراعية والطاقة الخضراء، ما يتطلب تعزيز بناء القدرات الإنتاجية المحلية لتحقيق تحول منخفض الكربون وتوفير وظائف لائقة وتعزيز النمو الاقتصادي. اجتمع وزير البترول طارق الملا مع النائب الأول لرئيس شركة ويذرفورد والرئيس التجاري لشركة المبيعات الدولية ديفيد راد. وخلال اللقاء استعرض الوزير مجالات عمل الشركة في مصر والعمل على توسع أنشطتها خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل فوز الشركة بالشراكة مع شركة أنبي، وذلك في المناقصة العالمية التي طرحتها شركة خالدة لرقمنة 100 بئرة وربطها آليا في مختلف مواقع عمل شركة خالدة بالصحراء الغربية. وشدد الملا خلال اللقاء أن قطاع البترول منفتح على مختلف الشركات العالمية ذات الخبرات المتميزة والتي تمتلك التكنولوجيات الحديثة في مجال أنشطة الحفر والإنتاج وتقديم الخدمات. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف بشأن وفرة المعروض، وذلك بعد ارتفاعها بنحو 3% خلال الجلسة السابقة. وهبطت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1% لتصل إلى 76.19 دولارا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 84%، مسجلا 72.22 دولارا للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.6% لتصل إلى 2.38 دولار للتر. وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 93% لتسجل 2.38 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أغلقت معظم البورصات الخليجية منخفضة وسط مخاوف إزاء محادثات رفع سقف الدين العام الأمريكي، غير أن المؤشر السعودي ارتفع مخالفا الاتجاه. وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي بنسبة 0.3%، وهبط مؤشر السوق في أبو ظبي بنسبة 0.2%. كما زاد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بنسبة 0.6%، وأغلق المؤشر القطري منخفضا بنسبة 0.4%. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى سحر وإيمان. شكرا لك ميرنا إيهاب.